السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم؟ متابعين قناه مستر كريبتو. فيديو جديد على قناتنا، القناه مهتمه باخبار العملات الرقميه. طبعا اصدقائي، بالفيديو اتكلم عن عمله شيبا اينو. احد مسؤولي امريكا طبعا اعلن انا ساشتري عمله شيبا اينو، وقدم دعم كبير لهاي العمله على تويتر. طبعا في الفيديو اصدقائي اتكلم عن اخر اخبار سوق الكريبتو، وراح اتكلم عن عمله شيبا اينو. اما بس فيديو، بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه. ولا تنسى تنضم لقناتي على التليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو، الرابط موجود في بانر القناه. خليكم مع نهايه الفيديو حتى تعرفوا اخر اخبار سوق الكريبتو. طبعا اصدقائي، السياسي الامريكي شانون براي اعلن عن دعم عمله شيبا اينو على تويتر مرتين خلال 24 ساعه الماضيه. المره الاولى كان قبل 18 ساعه من الان، وطبعا عمل اعاده تغريد لرساله على تويتر اللي هي ستيل بلوش اون شيبا. وبعدها عندي رسالة تانية كمان على تويتر، أكد مهاجمة الـ SEC أو هيئة الأوراق المالية والبورصات ودعم لعملة شيبا إينو، هي عملة الميم الوحيدة اللي وصفها إنه ممكن تعمل أهداف كبيرة في عام 2024. طبعا أكد دعمه للبيتكوين، وأكد على شرائه لعملة شيبا إينو. طبعا بعد إعلان من قبل جاري جنسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات أن جميع العملات المشفرة ما عدا البيتكوين هي ورقة مالية. وطبعا كان عندي عضو الكونغرس الأمريكي أو أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي عم يطالب بإقالة جاري جنسلر، حتى يرد جاري جنسلر بمهاجمة سوق العملات المشفرة مرة ثانية، ووصف أنه هو سوق احتيالي بامتياز. شو بالنسبة للبيتكوين، حاليا نحن عند مناطق 25,000 دولار، أي إقفال أسفل هاي المناطق، مناطق 25,000 دولار ودعم 25,000 دولار، اي اقفال شمعت 4 ساعات او فريم او اقفال على فريم اليوم راح توجه لمناطق ال 24,000 دولار او 23,600. في حال ارتداد واقفال شمعت اليوم اعلى مناطق ال 25,000 دولار، اتجاه راح يكون صعودي مرة ثانية لمناطق ال 26,750 عند مناطق تواجد موفيج ابرج 200. شو بالنسبة لعملة شيبا اينو اصدقائي، الفيديو الاخير تكلمت فيه عن عملة شيبا اينو واحتمالية وصول الى 1 سنت كانت شبه مستحيلة، يعني نحتاج لماركت كاب تقريبا 5 تريليون و890 مليار دولار، اي 6 أضعاف سوق الكريبتو بالوقت الحالي. هذا الشيء أصدقائي من المستحيل يحدث وصول عملة شيبا إينو إلى ال1 سنت، اللي بيحتاج ماركت كاب ضخم. لكن في عندي حلين، يا إما يتم حرق تقريبا 99% من عدد قطع عملة شيبا إينو، أو يتم إنشاء عملة جديدة ويتم تسمية العملة القديمة باسم شيبا كلاسيك، ويتم إنشاء عملة جديدة تحمل اسم شيبا إينو تنطرح بعدد قطع أقل وبسعر ال1 سنت. أصدقائي، نكون وصلنا لهذا الفيديو، أتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس وتضغط لايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.